مزيكا فام الإذاعة الأولى في تونس. تم من خلالها تمكين السادة الولاة من جانب كبير من المسؤولية في إقرار ومتابعة تنفيذ الإجراءات هذه. ومن خلال التفعيل اليومي لهذه الإجراءات قد تطرأ صعوبات، هذاك علاش قاعة العمليات هذه من خلال التمثيلية الواسعة لمختلف القطاعات ومختلف الوزارات الممثلة في قاعة العمليات هذه عندها قدرة على التدخل الحيني لفض أي إشكال أو أي صعوبة تطرأ في المجال هذا. اللي نحب نأكد عليه مجددا اللي راو من خلال تعاطينا مع الجائحة هذه نقوموا على أساس مبدأ التلاؤم أو ما بين الإجراءات اللي يتم اتخاذها ويتم إقرارها وما بين ضرورة المحافظة على تواصل الحياة وتواصل النشاط الاقتصادي. فما مجموعة من الإجراءات اللي يتم اتخاذها واللي حدت من نشاط هذايا واللي هي ضرورية، وإحنا نعولوا لهنا على الحس المواطني لكافة المتدخلين، خاصة اللي قد يكونوا تضروا بصفة مباشرة من الإجراءات هذه. نخمم في أصحاب المقاهي، نخمم في أصحاب المطاعم اللي فما حظر التجوال يحد من النشاط نتاعها. لكن احنا باش نحاولوا نتخذوا مجموعة من الإجراءات المرافقة للإجراءات هذه اللي باش تمكنهم من مجابهة الفترة الصعيبة هذه اللي يمروا بها. لكن كذلك زاد اللي راو الفترة الصعيبة هذه اللي كلنا قاعدين نمروا بها هي الكفيلة باش كونا نخلطوا في فترة قادمة ونحدوا من مجال انتشار. يقول لك احنا on a pas eu de première vague، احنا توا nous sommes en train de traiter avec la vague du corona. احنا في الفترة الأولى صارت بعض الحالات، دونك تم غلق البلاد الكل معناها. ويظهر لي هذه حسب ما يقدموه اللجنة العلمية مش هي الطريقة اللي يلزم اتباعها من خلال التعاطي مع فيروس موجود بيناتنا، فيروس سريع الانتشار، فيروس للأسف باش يواصل وجوده بيناتنا لفترة قادمة. هذا المعطى العلمي، المعطى اللي يخلينا مطمئنين اللي احنا خصصنا كل الإمكانيات لمجابهة انتشار الفيروس هذا. أنا شخصيا في متابعة يوميا لتطور الوضع الوبائي، في متابعة يوميا كذلك للقدرات الاستشفائية اللي تم تخصيصها لمجابهة أي وضع صحي طارئ. المجهود يستوجب كذلك زادة يناديزيون سيتويان، يعني دور المواطن في المرحلة هذية مهم جدا من خلال التزامه بالتراتيب اللي تم إقرارها وخاصة التراتيب المتعلقة بحمل الكمامات. علميا كذلك encore une fois اثبت اللي أكثر طريقة عندها فاعلية في الحد من انتشار الفيروس هي الالتزام الصارم بحمل الكمامات. وإحنا انطلاقا من الأسبوع القادم أقرينا خطايا مالية على عدم الالتزام بحمل الكمامات، إيمانا منا بكونه صحة التونسي ما يغلى قدامها حتى شيء. إذن دعوة إلى كافة المواطنين
بضرورة الالتزام بهذا الإجراء حماية لأنفسهم وحماية كذلك للمواطن التونسي. الالتزام بالإجراءات هذه باش يمكننا في فترة قادمة من الحد من انتشار الفيروس ومن كون نعطيه لمارج للمؤسسات الاستشفائية. اللي قاعدين نشوفوا فيه كذلك زادة اللي فما العديد من التصريحات والعديد من التحاليل والعديد من السيناريوهات اللي تتجاوز الحق الحد المعقول. أنا نطلب من هنا المواطن التونسي وخاصة من خلالكم أنتم السادة الإعلاميين باعتماد المعطيات العلمية والتصريحات العلمية الصادرة من ذوي الخبرة في المجال ذوما وخاصة أعضاء اللجنة العلمية اللي هما خيرة ما عنا في تونس من كفاءات علمية وكفاءات طبية في مجالات متعددة واللي هما الوحيدين المؤهلين باش يعطيونا الإحصائيات وباش يعطيونا البروجيكسيون على التطور الفيروس هذا وخاصة كذلك هما الوحيدين المؤهلين باش يعطيونا الطريقة العلمية المثلى للتعاطي مع الفيروس هذا. إذن دعوة بكل لطف مجددا باش نبعدوا على جميع السيناريوهات ان بو فانتيزيست والا السيناريوهات اللي بتاتر تلقى رواج في بعض المواقع التواصل الاجتماعي. التعاطي مع فيروس كورونا مسألة جدية ماخذينها ناس جديين في ديهم وقاعدين يتعاطوا معها بكل درجة من الجدية. دونك بور لو ريست ماذا بينا دونك ما نعطيوهاش أهمية كبرى. ما يفوتنيش قبل ما نختم المداخلة هذية باش كونوا نجدد الشكر للجيش الأبيض من أبناء القطاع الصحة كذلك أبناء المؤسسة الأمنية وما يفوتنيش كذلك باش نتوجه لكم لكم انتوما ومن خلالكم كافة زملائكم من الإعلاميين بالشكر على الدور الكبير اللي قاعدين تقوموا به من خلال تدعيم الوعي بضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية اللي من شأنها باش تمكننا كلنا مع بعضنا إن شاء الله باش كونا نجابه الفيروس هذايا واللي إن شاء الله في فترة قادمة نقولوا هذايا ساسغا دو باسي. يعطيكم الصحة يا سيدي وبارك الله فيك. تفضل مرحبا بك. اي نعم 60 دينار. اي نعم. السؤال الثاني يتعلق بالحرب الجولان وتاثيره على نشاط بعض المحلات التجاريه. هل ستقررون اجراءات اجتماعيه لفئات مع التجار هذوما حتى ما ينجموا يتعاملوا بها في الظروف هذه؟ احنا اجراء الحظر التجوال هو استوجب وضع صحي معين اللي اثبت من خلال الدراسات العلميه اللي قاموا بها اعضاء اللجنه العلميه اللي كونوا اكثر سبب كان للانتشار الفيروس هذايا هي التجمعات. التجمعات اللي صارت العديد منها التجمعات الليلية كسوا في المناسبات من خلال المطاعم من خلال الملاهي من خلال السهرات. دونك هذايا اللي كان سبب في الانتشار اللي قاعدين نشوفوا فيه توا للفيروس هذايا. هذاك علاش الضرورة تحتم علينا لكونا ناخذوا إجراءات في الحد من نشاط المؤسسات هذايا وإحنا واعين اللي راو هذايا باش يكون عنده استتباعات اقتصادية. قاعدين نحطوا مع بعضنا في مجموعة من الإجراءات اللي إن شاء الله نحاولوا باش نخفوا عليهم من وطأة الإجراء هذا من الناحية الاقتصادية، لكن زادا نحب زادا نعول على الحس المواطني متاعهم هما باش يعرفوا اللي راو الإجراء هذايا هو كفيل باش كونوا يعطينا من بعد نقص في تسارع انتشار الفيروس ويظهر لي الكلنا كاتوانسة الكل عنا دور في المسألة هذه. كل السيناريوهات ممكنة وهي قيد الدرس ومش نحاولوا كما قلنا نحاولوا الناس كل مع بعضنا نتشاركوا في تحمل عبء مجابهة الفيروس هذا. نعم. هل سيتم ترفيع في ميزانية وزارة الصحة وإضافة قيمة أخرى من أجل يعني تعزيز المنظومة الصحة؟
هي خاصه هنا نسمعوا تشكيات كثيره من الطرف الطبي والشبابيه بان هناك نقص بدا في خدمات الوقايه الصحيه. مسألة الصحة هي مسألة أولوية ويقع من خلال الميزانية هذه، وحتى في ظل الميزانيات القادمة يجب التفكير في كونه قطاع الصحة هو أولوية مطلقة، وهذا يخلينا نقف على الديجا الكبار اللي صاروا في القطاع هذا طيلة السنوات اللي تعدت. قطاع الصحة هو بطبيعته يشكو صعوبات ونقائص في علاقة بالبنية التحتية، في علاقة كذلك بتوفير أطباء الاختصاص، في علاقة بتوفير الميديكامون. نعرف احنا كلنا الوضعية الصعبة اللي تعيشها الصيدلية المركزية. هذا الوضع اللي لقيناه قدامنا واللي لازمنا نتعاطاه معاه. دونك يعني قطاع الصحة باش تكون له أولوية من خلال الاعتمادات. أين باش نلقاو زادا كذلك الصياغ الكفيلة باش نوفروا الموارد البشرية، لأنه اللي قاعد نشوف فيه اللي كونوا راو الصعوبة الأساسية هي في توفير الموارد البشرية من عمل وإطار شبه طبي، وكذلك زاد بعض أطباء الاختصاص. يعني المسألة هذه قاعدين عندنا صيغة خصوصية للتعاقد مع مجموعة من الإطارات الشبه الطبية والعملة لتدعيم الموارد البشرية بالقطاع الصحي قبل ما نمر إلى الحلول الهيكلية في هذا القطاع. يعطيكم الصحة. باش نبدأ لك بالسؤال نتاعك المتعلق بالتحاليل. صحيح هو في الفترة السابقة صارت شح في التحاليل هذايا، واللي خلى بعض من التحاليل يوصل الأسعار نتاعها إلى ضعف ما هو معتمد في القطاع الخاص. وإحنا في هذايا أنا البارح طلبت معناها اون انكيت على المخابر هذيا اللي ترفع في الاسعار نتاع التحاليل، ومصالح وزاره الصحه قامت بالعديد من زيارات التفقد للمخابر هذيا ويتم اتخاذ الاجراءات القانونيه ضد المخالفين. كذلك انطلاقا من بدايه الاسبوع هذيا باش يتم ضخ كميه كبيره من التحاليل، التحاليل النوعية الجديدة. التحاليل هذه يقوموا بها للأشخاص الحاملين للأعراض، والنتائج متاعها تكون حينية، في ظرف 15-20 دقيقة تكون متوفرة النتيجة هذه. والتحاليل هذه باش توضع على ذمة الهياكل الاستشفائية الكل، الكلفة متاعهم التحاليل هذه غير مرتفعة، باش تخلي كمان تخفف شوية على بقية القطاعات وبقية للابوراتوار اللي باش يواصلوا في اعتماد التحاليل البي سي ار هذوك اللي تستوجب الوقت أطول، واللي كذلك باش يكون عندها انعكاس على الكلفة نتاع التحاليل هذه. يعني انطلاقا من الأسبوع هذا باش يتم الترفيع بصفة كبيرة ياسر في القدرات التحاليلية لكاباسيتي اناليتيك نتاع القطاع العمومي والقطاع الخاص في علاقة بفيروس كورونا. نرجع لك لمسألة القطاع التربوي، واللي احنا الحق في تواصل تام مع النقابات القطاع التربوي مع المركزية النقابية، وقاعدين مع بعضنا ان استقرت القناعة إلى ضرورة مواصلة
الدراسة. هذه مسألة ما فيهاش نقاش. فما في بعض المدارس فما وجود نقص على مستوى الموين دو بروتكسيون، هذا قاعدين نشتغل عليه مع السيد وزير التربية، يشتغل عليه بصفة يوميا للترفيع في الاعتمادات المتوفرة للمندوبيات الجهوية للتربية لتوفير الآليات هذه باش نضمنوا لأبنائنا ولأبناء الإطار التربوي العمل في ظروف طيبة، عملا كذلك على المحافظة على السنة الدراسية هذه، وكذلك عملا على المحافظة على التوازن النفسي لأبنائنا من تلاميذ، لأنه غير مطروح مسألة كون أبنائنا يبتعدوا على مقاعد الدراسة لفترة طويلة كما صار أثناء الفترة الأولى، لأنه حتى هذا يولي يمثل حتى إشكال صحي بالنسبة لأبنائنا. أذاك علاش نأكد عليه إن شاء الله الدراسة باش تتواصل بالصفة المقررة، لكن باش يتم الترفيع في وسائل الحماية باش أبناء القطاع التربوي يخدموا في ظروف مطمئنة بالنسبة لهم.